هذا الدرج يطلع من عند عمي بن يحيى، يطلعوا حتى الله سيتي فوت ولا سي يحيى الله يحمه. انت هذا هما الدرج. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومتو القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقلو ديما. وانا حومتي راس العين، وانا حومتي راس العين، راحت وما بقاش، هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين. ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح، ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا هادي سكنت هو اللي بوخدا اللي كان في الجيش. هذه السكنة اللي مسمية عمي يحيى الله يحمه نتاع هواري مخدة. هواري مخدة هذا أمه ميتة الله يرحمها، وأبوه شهيد، وهو ضابط في الجيش التحرير الوطني، ومازال حتى الآن ضابط في الجيش. السكنة تاع الهواري بخدر مازالت قابضة السيل تاع بكري. هذا هو السيل تاع بكري اللي سكنوا راس العين بكري يعرفوه، الحوش في الوسط والديار مدورين به، إلا هذا مازال البني تاع بكري، هذا حقهم يديروه في الآثار. هذه هي السكنة نتاع عمي يحيى الله يرحمه. عمي يحيى اللي كان عنده ديك اللحية البيضاء الشابة الطويلة، عمي يحيى الطالب البارع، يقولوا عليه المرأة الغضبانة يرجع، المرأة يضربها رجلها يحبس يولي ما يضربهاش، المرأة يقولوا لي ما عندهاش الزهر يكتب لها يولي عندها الزهر، الراجل كذلك اللي ما يخدمش يقول لك يولي عنده يجي عنده يكتب له يدبر له خدمه. يا عجب يا حاجه كذا، طالب بارع قال لك يعرفوهم كل ولايه وهران، يعرفوه حتى خارج الولايه، يعرفوه حتى اللي زميلي كانوا يجوا هنا يجوا عنده يكتب لهم. الله يحمه، الله يغفر لنا وله، والله يرحم امتي محمد اجمعين. حبابتك يا يما نبكي على راس العين، نبكي على ولاد الحومة، نبكي على الجواري. وين حبابتك يا يما؟ هذه هي السكنة تاع عمي يحيى، عندها من في بانوراميك في راس العين، منا واحدة في وهران. وراحت وما بقاش، بقات غير دمعة في العين. هذه السكنة تاع عمي سعيد الصياد الله يحمه والله يغفر لنا وله. عمي سعيد الصياد سكنة ماهيش كبيرة بزاف، ولكن عندها ستيل اوروبي، داير كوزينة خدمها تحت ستيل شباب، ومعها بيت، والفوق داير زوج بيوت، عندها حويش كذا ذلك شباب، والدرج جاي في وسط الحوش. جيتك زاوية، جيتك زاوية وغاشيك النعم، شحال فوتنا فرح وعراس وتكسار، القصبة والشيوخ غاشي متلايم، والبراحة متناقرين غير القدار، وغدوة إلا سقساني ولدي، إلا سقساني ولدي واش غادي نقول له؟ نقول له يا وليدي كانت حومة هنا يسموها راس العين، وراحت وما بقاش، بقات غير دمعة في العين. نبكي على راس العين، نبكي على ولاد هذه السكنة هذه تاع عمي العيد الله يحمه والله يغفر لنا وله.
عمي العيد اللي عنده زشاشرة وشيرة، عنده محمد والهواري وعنده شيرة معهم، هذه هي سكنة عمي العيد، لأنك يسكن هنا مع ولاده. نبكي على راس العين، نبكي على ولاد الحومة، نبكي على الجوارين، وين حبابتك يا يما؟ راس العين، نبكي على ولاد الحومة، نبكي على الجوارين، وين حبابتك يا يما؟ هذه السكنة تاع عمي عبد القادر الصبيحي الله يرحمه، عنده ولادها محمد اللي مات الله يرحمه، وعندها الطيب، عندها الميلود اللي في فرنسا، عندها الجلالي والناصر، وعندها الاخر كنا اسمها درقلية كنا نعيطوه جندي، الله يطول في عمره. بكري قاعد كيما لا هذا قسموه من بعد، وهذا تاع عمي صبيحي الله يرحمه هذا الحوش. ديها بصفة عامة مختصرة كملناها، قاشية بزاف، الاخرين كلهم جدد، شفناهم الراجل اللي باقي الله يجعل ربي يوسع عليهم ان شاء الله رب العالمين. هذه المقبرة نتاع مولدوما، هذه هي مقبرة مولدوما، مع الأسف الشديد مازال يقصوا فيها الصليح، هدرنا معها درنا ريبورتاج تكلمنا معاهم ومازال يقصوا فيها الصليح، الله يهدينا والله يهدينا ويهديهم ان شاء الله يا رب العالمين، ونوصيهم شوفوا لهم يصنتوا في اللي يشوفوا هذا الفيديو ما دبيهم يحبس، هادو اموات مساكين الله يرحمهم ويغفر لنا ولاهم، وما تنساش باللي حتى انت لك تقيس الصليح يجي واحد النهار وين تموت يبقى يقيس عليك الصليح. هذا هنايا مهدم وراح لهم، كان بكري حوش تاع ونيس لاخوه الشريف، كاين عبد القادر، وكاين واحد اخرين مانيش متذكر اسماوتهم، هما ما نقول لك ثلاث خوا ام ربعه تاع الخوا، اللي حيين الله يطول في اعمارهم، والموتى الله يرحمهم ويغفر لنا ولاهم. وانا حمصي راس العين راحت وما بقاش. انا عمي بن يحيى حوش بودرباله حوش سي سعيد، وكاين اللي هي حوش الحبيبه ما هدموه كاع، حوش بن يحيى حوش بودرباله سي سعيد تاعنا الله يرحمه الحبيب، هذو هما اللي هذو دخلت لهم، وكاين زوج غير هنا تحت مغارات دخلت لهم. هذه صحه تاع وانا حمصي راس العين راحت وما بقاش. هذيك الناحيه اللي هذيك هي جهه الزروانيه الله يرحمها ويغفر لها. الزروانيه هذيك الزروانيه الله يرحمها كانت قبيله التقليديه، هي اللي كانت تقابل النساء نتاع راس العين، بعد انا واحد منهم. الزروة تما لا كان يسكن عبد القادر الله يرحمه ويغفر لنا وله، عبد القادر والزازة، كان يسكن حميل اخوه بالمناسبة تحياتي اليه، بهم ولادهم كل واحد عنده سكنته. زيد هذيك السكنة اللي هي باقية تما لا هي تاع خيلوكا مرت سوداني، بالمناسبة تحية الى اخي صديقي السوداني، هي مازال ما تفهمتش معاه وما رحلوهاش. والسكنه هذيك اللي راهي فوق بقيه الملك هذيك تاع بادجا احمد، هذيك الناحيه ملي من بعد نخدموها مع فيما ومقابره مولدوما ان شاء الله. وانا حمصي راس العين راحت وما بقاش.